السلام عليكم. كنت واقف في الصيدلية وكان واقف مريض سكر بيشتري ادويته طبعا. وانا بتكلم معاه وبناخد وندي مع بعض، سالته هو انت اخبارك ايه، بتقيس سكر ولا لا؟ فبص لي كده بصه غريبه وقال لي هو انا ليه لازم اقيس سكر؟ ما انا باخد دوايا بقى لي كذا سنه والامور تمام، يعني مش هيجرح حاجه. قلت مش هيجرح حاجه؟ لا. قلت لا لا لا، الموضوع كده يبقى احنا لازم نعمل له حلقه مخصوص ونتكلم فيه يا جماعه عن حاجات مهمه جدا يمكن ما تكونش ظاهره لكم. هنجاوب النهارده في حلقه النهارده عن اسئله مهمه جدا. ايه هي مضاعفات السكر؟ ليه مهم جدا ان انا اقيس سكر بانتظام؟ اقيس كم مره في اليوم؟ طب هل هيفرق لو انا مريض سكر نوع اول ولا نوع تاني؟ هل هيفرق يعني لو انا باخد انسولين من وانا باخد حبوب في موضوع القياس ده؟ وفي اخر الحلقه هنجرب مع بعض جهاز سكر ونوريكم ايه الحاجات اللي ناخد بالنا منها واحنا بنقيس سكر بالظبط، ايه التبس كده الجميله اللي احنا نتعلمها مع بعض. لو يهمك الاجابه عن الاسئله دي فانت في المكان الصحيح. انا عمرو ابو بكر ودي جوه الصيدليه، ويلا بينا نبدا. يلا بينا. خلينا نقول ان الجسم عشان يؤدي مهامه محتاج لطاقه. الطاقه دي ياخدها منين؟ الطاقه دي بتيجي من حرق السكر. السكر في الاساس اللي الجسم بيقدر يمتصه هو الجلوكوز. انا عندي حاجه البنكرياس بيطلعها اسمها الانسولين، كل دوره ان هو بياخد السكر ده الجلوكوز من الدم ويروح يوديه للخلايا والانسجه. الخلايا والانسجه تبدا تستغله وتبدا تحرقه وتبدا تطلع لك طاقه. كل ما زادت نسبه الجلوكوز في الدم كل ما زاد افراز الانسولين. لكن للاسف زي ما انتم عارفين مريض السكر نوعين. النوع الاول مفيش انسولين بيتفرز اصلا من خلايا البنكرياس من اصل، والنوع ده بيكون محتاج ان ياخد انسولين من بره طول الوقت. اما النوع الثاني الخلايا اللي بتنتج انسولين جوه البنكرياس بتكون يا اما ضعيفه يا اما مكسله، فبتكون كميه الانسولين المفرزه غير كافيه. والنوع ده بيحتاج ان هو يمشي على ادويه اما ان هي بتنشط الخلايا وتنتج انسولين اكتر، او بيعزز من استجابه الخلايا للانسولين. وده بيفكرنا بحاجه مهمه جدا اسمها مقاومه الانسولين، وهي ببساطه ان الخلايا مش بتشوف الانسولين اصلا. الخلايا زعلانه من الانسولين، فعلشان كده الانسولين ما بيبقاش قادر ياخد الجلوكوز ويبدا يدخله جوه الخلايا. فالجسم بيعمل ايه؟ الجسم محتاج سكر، فيبدا يبعت للمخ يقول له انا محتاج سكر. فالمخ يعمل ايه؟ يخليك تاكل اكتر لان انت حاسس انك جعان. في نفس الوقت يبدا يخلي البنكرياس يزود انسولين اكتر، وبالتالي الموضوع ده فيبدا يزيد معاك السايد افكت بتاعه ده او الاثار الجانبيه، ان يبدا الجسم ما يلاقيش حل قصاده غير ان هو يبدا يخزن الجلوكوز ده كجلايكوجين او يخزنه كدهون، وفي نفس الوقت انت تبدا تاكل اكتر فتتخن، فيحصل معاك كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها كمريض سكر. خلينا نفهم يا جماعه حاجه مهمه جدا. السكر لما بيكون مش منتظم بيكون ليه مضاعفات كبيره جدا جدا جدا. اول حاجه مشاكل في القلب، وتبعيات ده بقى ان هو طبعا بيرتفع الكوليسترول وبيزيد احتماليه الاصابه بالجلطات ومرض ضغط الدم. دي اول نقطه. تاني نقطه، ارتفاع الجلوكوز او عدم انتظامه بيسبب تدمير للاعصاب الطرفيه، وده بيسبب الالام والتنميل والبرود وكل الحاجات اللي احنا بنحس بيها. رقم 3، المريض بيكون اكتر عرضه للفشل الكلوي وامراض الكلى، وبتكون الكلى اصلا مش قادره ان هي تخلص الجسم من السموم اللي فيها، وبالتالي ممكن يسبب لا قدر الله مشاكل كبيره جدا. رقم 4، لانه بيدمر الاعصاب وبيدمر الاورده الطرفيه، وبالتالي الدم هنا مش بيقدر يوصل بشكل كويس، بيسبب مشاكل في العين لدرجه ان هي ممكن تتدمر، ممكن العين اصلا ما تقدرش تشوف بيها. الجسم مش بيكون قادر ان هو يعمل التئام للجروح، الجروح ما بتلتئمش بسرعه، بيحصل مشاكل القدم السكري، وبيحصل مشاكل ان انت يبقى عندك مشاكل في الاطراف لان انت ما بتحسش بيها، والدم ما بيوصلش والاعصاب ما بتحسسكش، فممكن لا قدر الله ممكن توصل مع بعض الناس لغرغرين. كلنا عارفين ان تاثير سيء بتاع عدم انتظام السكر على موضوع الإلاستين وعلى موضوع الكولاجين، فبالتالي شكل الإنسان بيبان إن هو أكبر من شكل الطبيعي مثلا بعشرين سنة. ربنا يشفي كل مريض سكر. المضاعفات كبيرة جدا، والمضاعفات دي أصلا للأسف أنت ما بتبقاش عارف بيها لأنها بتحصل على مراحل كبيرة، بتحصل على مراحل زمنية أنت ما بتبقاش حاسس لأن أنت مش قادر تعرف إذا كان سكرك عالي ولا سكرك قليل. وهو ده الإجابة على السؤال، هو أنا ليه لازم أقيس سكر؟ في حاجة بتقول what you cannot measure you cannot control، اللي ما تقدرش تقيسه ما تقدرش تتحكم فيه. فانا لو مش بقدر اقيس السكر مش هعرف اذا كان منتظم ولا لا، مش هقدر اتحكم فيه، مش هقدر اتحكم في المضاعفات. علشان كده احنا لما بنقيس السكر في الدم وبانتظام
ده بيخليك تحمي نفسك بشكل مباشر جدا من المضاعفات، وبشكل غير مباشر لانك تعرف هو الجرعه اللي انا باخدها دي كويسه ولا لا، هو الدواء اللي انا باخده ده بيجيب نتيجه ولا لا، لانه لو ما بيجيبش نتيجه انا لازم اغيره. طب انا هعرف منين ان هو ما بيجيبش نتيجه غير ان انا اقيس؟ طب السؤال دلوقتي المهم جدا، اقيس كام مره في اليوم؟ هو للاسف السؤال الافضل من ده هو اقيس امتى. موضوع القياس والوقت ده بيختلف على حسب هل انت مريض سكر من النوع الاول ولا انت مريض سكر من النوع الثاني. لو انت مريض سكر من النوع الاول فيفضل دايما انك تقيس قبل الاكل وبعد الاكل، وتقيس كمان بعد كل مجهود بدني انت بتعمله. يعني رحت الجيم فانت لازم تقيس، اكلت لازم تقيس قبل الاكل وبعد الاكل عشان تشوف هل انت محتاج انك تظبط جرعه الانسولين اللي انت بتاخدها، هل تزود الوحدات، هل تقلل الوحدات، لان الوحدات دي هتفرق معاك، لا قدر الله ممكن تحصل كوما او تحصل اي مشكله. اما مع مريض السكر من النوع الثاني فالقياس ما بيكونش ممتد زي كده، بالعكس انت بتقيس مره في اليوم، مره النهارده بتقيسها قبل ما تنام فاطر، وتاني يوم الصبح تقيس اول ما تصحى من النوم اللي هو الصايم. السؤال بقى دلوقتي هو يعني ايه صايم ويعني ايه فطر؟ صايم دي يعني بعد 8 ساعات انت ما تكونش واكل فيها حاجه وما تكونش واخد حاجه فيها اي نوع من السكر او اي نوع من الكربوهيدرات 8 ساعات. لما بنقول بعد الاكل اللي هو البوست براندل، بعد ساعتين من اول ما تبدا الاكل، يعني انا لو بدات اكل الساعه 7 اقيس الساعه 9 وده اللي بيقول لك النتيجه بتاعتك. السؤال دلوقتي القياس الطبيعي المفروض يبقى كام؟ الإنسان الطبيعي المفروض يكون ما بين 70 ل 120. أما مريض السكر اللي يعني نقدر نقول عليه منتظم السكر بتاعه ممكن تكون القياسة بتاعته ما بين 70 لحد 180. أعتقد دلوقتي إن إحنا كلنا متفقين على أهمية قياس السكر وبانتظام، وإنك تكون أصلاً متابع قرايتك، مش بس منتظم، أنت متابع قرايتك. يا جماعة الموضوع مهم جداً، أنت لو مش عارف ممكن تلاقي نفسك بتفقد حاجة مهمة جداً، بتفقد عضو مهم جداً من أعضائك لو أنت مش عارف أنت بتقيس إزاي ومتابع على موضوع القياس ده. خلينا دلوقتي مع بعض نبدأ نشوف قياس سكر ونبدأ نقيس مع بعض ونقول لكم إيه الحاجات المهمة اللي ناخد بالنا منها وإحنا بنقيس. ده جهاز اسمه الوان تاتش فيريو بتاع شركه لايف، ما بتشتري بتم الاشتراك بتاخد عليه الجهاز فور فري، فدي حاجه بتبقى كويسه. لو نيجي نفتح الجهاز هنلاقي الجهاز كده، دي العلبه، ده الجهاز ودي القلم الشكاكات. الجهاز اول ما بنشغله بندوس عليه اوكي ويلكم ليتس جيت ستارت. الميزه في الجهاز ده ان هو غير الاجهزه الثانيه ممكن تقدر تستخدمه باللغه العربيه، ودي ميزه حلوه جدا لو اي حد الوالد الوالده حد ما بيعرفش يتكلم بالانجليش يقدر يستخدم اللغه العربيه. فبتحط اللغه العربيه وبتبدا تعمل متابعه الاعدادات. انا مش هعمل تطبيق المحمول دلوقتي. تبدا تظبط الوقت عندك، التاريخ، وبعد كده الحد المنخفض للسكر من 70 ل 130 على حسب اللي انت عايزه تظبطه. الهدف بتاعك هل انت محتاج ان انت تعمل في اليوم 4 مرات ولا لا 4 تستات؟ فهو بيقول لك لو انت حاطط لنفسك مثلا تعمل 2-3 في اليوم، نقول للناس اللي هي بتاخد حقن انسولين لازم تعمل من 4-8 مرات، فانت ده بيحدد لك رينج عشان يقول لك ان النهارده ده الاختبار الثالث، ده الاختبار الاول، ده الاختبار الثاني، بتعمل حفظ. كل الحاجات دي انت بتكتمل الاعدادات. خلينا دلوقتي نعمل مع بعض تست. ده بتبقى الشكاكه زي ما انتم شايفين كده القلم، نبدا نشيل الجزء اللي بره ونبدا نحط قصه من هنا، بنلفها كده ونبدا نشيلها ونبدا نحط القلم اهو. فاحنا دلوقتي هنظبط بس القلم على 5 بحيث انها تبقى مناسبه، بترجعها كده وتبدا تبقى جاهزه. نبدا نطلع الشرايط، فضل دايما اللام بعد ما تطلع الشريط تقفل العلبه كويس جدا علشان تبدا تحافظ على الشرايط بتاعتك من الرطوبه. دي شكل الشرايط، نبدا نحط الشرايط موجوده. بمجرد ما حطيت الشريط طلع لك ان انت تحط العينه. المفروض ان انا اغسل ايدي كويس جدا قبل ما اعملها. ليه اغسل ايدي كويس جدا؟ لان لو فيها اي بقايا كنت ماسك اي حاجه فيها سكر او فيها حاجه هتبقى ممكن تغير لي القصه. فانا بستخدم من الصباعين دول. فضل قبل ما تعمل ان انت تحرك ايدك وتعملها بحيث ان الدم يتحرك فيها بشكل كويس. بنيجي على الجزء ده من الجنب من هنا، حطها كده وتعمل كده. المفروض اول نقطه دم ما بتاخدهاش وبتبدا تاخد نقطه الدم اللي بعدها. بتيجي على الجنب كده وتبدا تعمل ايه؟ تحطها كده. مجرد ما حطيت الاختبار زي ما انتم شايفين كده 5 ثواني طالع الاختبار عندي كام؟ 95. شايفين بقى الجميل في الوان تاتش ان هو في حاجه جميله جدا اسمها الكالر اشور، بيطلع لك دلوقتي ان هو قبل الاكل انا ما اكلتش وطالع عندي 95، طالع في الاخضر.
يعني هو الأخضر هنا طلع لك مبتسم حتى الوجه ان هو الأخضر هنا مش حاجة واحدة، لا الأخضر اكتر من حاجة علشان يبدأ يديك variance كويس جدا. هنا لو الأحمر معناها ان ده القراية بتاعتك عالية جدا، الأزرق معناها ان انت اقل من الطبيعي، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي تفيد بشكل كويس جدا الناس الكبار اهالينا وابهاتنا علشان يقدروا يستخدموا الموضوع بشكل كويس. لو كان اقل او اكتر كان هيديني نصايح باللغه العربيه، يقول لي مثلا اشرب عصير، اعمل حاجه، ما تعملش حاجه، او ممكن قيس تاني او خد جرعه زياده علشان خاطر تتجنب اي مشاكل تانية. بعد ما بنخلص بنشيل بيفصل نحطها على جنب وبنبقى كده جاهزين ان احنا نقيس مره تانية. بنشيل دي وبنبدا نرجع تاني نحط دي موجوده اللي احنا كنا سيبناها. الشكاكه بتستخدم مره واحده، تستخدمش اكتر من مرة. بعد كده بنطلع دي ونرميها وتبقى الموضوع كده تمام. احنا كده خلصنا الوان تاتش، خلصنا جهاز، بقى انت عارفين دلوقتي ايه الحاجات. عرفنا ان احنا لما بنيجي نستخدم بنستخدم من الصبعين دول، لازم تحرك ايدك كويس جدا، لازم تبقى غسلها. ايه اللي هيفيدك لو انت استخدمت الجهاز ده وتعرف تقيس جهاز السكر؟ دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو ابو بكر. سلام.